بمشاركة 25 دولة وأكثر من 100 متخصص من دول العالم، اختتم الملتقى العلمي الدولي الثالث أعماله، والذي رفع شعار الإعلام الجديد وتمكين الشباب والمواطنة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، بكلية الإعلام واللغة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر. أطلقنا مجموعة من التوصيات، مقسمة على عدد من المحاور، المحاور العلمية والمحاور المهنية الخاصة بالإعلام المهني الممارس، وكمان على المستوى السياسي. من التوصيات المهمة كمان إن إحنا دلوقتي بنطلق مشروع هندعو وزراء الإعلام العرب لتبني مبادرة الكلية المواطنة الرقمية والإعلام العربي، وده مشروع طموح جدا إحنا إن شاء الله نشتغل عليه مع جامعة الدول العربية وكل أشقاء العرب. بيستهدف يعني زيادة الوعي بفكرة المواطنة الرقمية لدى الشباب العربي. آمال وتحديات أعلن عنها المشاركون في الجلسة الختامية. ماذا بعد حول إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي والمستقبل للشباب؟ الذكاء الصناعي هو فرص وأيضا تحديات، هو فرص للتطوير، ولا يجب أن ينشغل الناس دائما بعنصر واحد فقط في الذكاء الصناعي، وهو كم فرصة عمل يمكن أن يدمرها الذكاء الصناعي، لكن هناك فرص كثيرة لاستخدام الذكاء الصناعي في كافة المجالات، ومنها طبعا مجال الإعلام. وأيضا هناك تحديات، لأن هناك بعد أخلاقي يجب أن يتم قبل دخول هذا العالم أو هذا التطور المهم. كمان يجب أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتطوير الذاتي وغيره، لكن هناك مميزات كثيرة وعيوب أحيانا، زي كل شيء أنه فكرة الخير والشر دي موجودة منذ الصحراء، في ساحر شرير وساحر والطبيب، وقلنا الطاقة النووية بتستخدم لعلاج الأورام وفي نفس الوقت بتستخدم للقنبلة النووية، وأوبنهايمر كان فيلم معبر عن هذا الصراع يعني. وبالتالي فإحنا بنستفيد بميزاته، بس كمان لازم نستعد له. والحديث المستقبل النهاردة يعني التفاصيل بتتطور بشكل أسرع، الذكاء الاصطناعي بيفيد في العلم، في التكنولوجيا، في الطب، في الصحافة والإعلام، زي ما احنا استفدنا من أجهزة الكمبيوتر والتطورات والموبايل التاتش وغيره. لكن كمان المواطن مش مواطن، الرقمية مش محلية، الرقمية عالمية. تكريم المشاركين خلال أيام الملتقى الثلاثة جاء خلال فعاليات الختام والتأكيد على تنفيذ التوصيات التي أعلن عليها الملتقى. خريطة مستقبلية رسمتها فعاليات وجلسات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الإعلام على مدار أيامه الثلاثة لكيفية الاستفادة العظمى من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتمكين الشباب علميا وتكنولوجيا. من مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقرية الذكية، عبد الحميد صقر، النيل.